أهلا بكم مشاهدينا من جديد. التصوير عبر الهاتف ظاهرة اجتماعية طبعا انتشرت كثير عبدالله وزادت شعبيتها مؤخرا بشكل كبير، فالكثيرون يتوجهون اليوم لالتقاط صور ومشاهد خاصة بهم لينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من توثيق ربما اللحظات المميزة التي نعيشها عادة في أيامنا. نعم، ولكن مع هذا الإقبال الكبير تأتي مسؤولية مجتمعية كبيرة، إذ أصبح من الضروري اليوم توخي الحيطة والحذر عند التقاط الصور أو الفيديوهات في الأماكن العامة والتحلي بروح المسؤولية حتى لا يقع الفرد في فخ الالتقاط العشوائي للصور دون مراعاة خصوصية الآخرين. إذا للمزيد حول هذا الموضوع، أهمية قانون حماية الخصوصية كحق لكل فرد من أفراد المجتمع، وكذلك لنستفيد أكثر بقوانين دولة الإمارات بهذا الخصوص، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم في الاستوديو المحامي والمستشار القانوني السيد منصور البادي. أهلا بك معنا سيد منصور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا ويسعد صباحكم. بداية، التصوير في الأماكن العامة يعني بهدف تصوير لحظات، توثيق لحظات خاصة ربما، هل هي جريمة يعاقب عليها القانون اليوم ولماذا؟ أول شيء التصوير بشكل عام شيء جميل، والناس كلها تحب تصور عشان توثق لحظاتها السعيدة وتكون ذكرى لها، ولكن أحيانا التصوير هذا يتعدى خصوصية ناس ثانية، فهنا يكون المنع وتكون الجريمة. أنا أصور نفسي أو عائلتي أو، بالعكس هذا شيء طيب وشيء جميل، ولكن إذا تعديت لناس أشخاص ثانين حني تكون الجريمة ويعاقب عليها القانون الإماراتي. يعاقب عليها القانون الإماراتي عقوبة شديدة، يعني توصل إلى السجن 6 شهور أقل شيء، والغرامة من 150 ألف إلى 500 ألف درهم. زين، الحين اللي يبغي القانون صارم جدا. اي طبعا، يعني هاي غرامات الواحد يتجنبها علشان ما يطيح فيها. صحيح. زين، الحين الواحد اللي يبغي يصور في الاماكن العامه في ضوء هذه الفعاليات اللي تقام في صحيح. الامارات والاحتفالات هذه، الواحد يبغي يوثق هذه اللحظات وتواجده في هذه الاماكن. زين، شو الاشياء اللي لازم ينتبه لها الشخص اللي يبغي يصور في الاماكن العامه؟ خلينا نوضح شيء بس، اذا الفعاليات عامه ومصرح بها يعني التصوير يكون عادي. نعم. ولكن تصوير في الأماكن الحدائق أو الأماكن اللي يكون فيها خصوصية، الناس رايحة تبحث عن خصوصية معينة، هني لازم أكون حذر. لما أصور الصورة أتجنب أشوف الصورة قبل ما أرسلها أو أنزلها على الفيسبوك إنستغرام أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. أشوف الصورة هاي، إذا شفت شخص ثاني موجود الحلوة سهلة، ممكن التقنية الحديثة أظللها أو أحذفها نهائيا الصورة الزايدة، وأحتفظ بصورتي أنا الجميلة مع عائلتي أو سيلفي أنا وصديقي أو ما شابه ذلك. فهناك حلول، يعني موجودة الحلول. جميل، يعني يجب علينا أنه خلينا نقول نغطي وجوه الآخرين اللي قد تظهر في صورنا الشخصية. طب هل هذا ينطبق حتى لو كنا في أماكن مزدحمة يعني كبيرة، مثلا في المهرجانات، في أيام المواسم الكبيرة، الحفلات مثلا الترفيهية الغنائية الثقافية، الحفلات العامة عادة تكون مزدحمة؟ طيب إذا التقطنا صورة ماذا نفعل؟ إذا طلع أكثر من شخص معنا في الصورة خلاص نمسحها ولا شو؟ لا لا، الحفلات العامة أيوة، أو الأشياء العامة المصرح بها والمهرجانات، هذه الموضوع فيها مش يطبق عليه القانون بشدته بحذافيره هذيله. نعم. لا، هذه الاشياء يكون يعني مصرح بها اساسا. والناس اللي جايه عارفه انها جايه بتصور وجايه قدام كاميرات غير كاميراتكم انتم الخاصه، في كاميرات اللي تذيع الحفل هذا. صحيح. هي موجوده يعني، فهذه الاماكن لا، المصرح فيها غير اللي نتكلم عنها نحن اللي هي الخصوصيه، احترام الخصوصيه. اي مثلا في المطاعم. المطاعم، الكوفيات. نعم. أنا رايح حديقة عامة، رايح مكان عام أو خاص، يعني التجريم جهتين، عام أو خاص. يعني أنا صورت شخص في بيته أو صورت في مكان خاص، لا هذا كله يجرم، مش بس مجرد أني أنا صورت عيلتي أو أصدقائي وطلع شخص خلفهم، لا أنا أصور الشخص واحتفظ بصورته، هاي جريمة معاقب عليها القانون. أنشر صورته
هذه جريمة أكبر أخرى. نعم. جريمة أكبر من الأولية، من مجرد تصوير. أحط عليه مثلا أنا ألعب في صورته في تعديلات أو شيء، أنا وأصحابي نمزح حطينا أمجي أو شيء من الأشياء هذيلة على الفيس أو كذا ونشرنا الصورة، لا هني العقوبة تكون أشد وأغلط، تكون عقوبتها توصل للسجن لمدة سنة. وغير هذا الغرامة ترتفع من 150 ألف في حال التصوير إلى 250 ألف إلى 500 ألف، يعني أشد أشد صراحة. اليوم كل الشباب أو الكل والله بيمزح، حطيت صورة، صورت صورة، حطيت لها الأمجي أو السناب، عدلتها عن طريق السناب، شايب أو واحدة الأمجيات الموجودة هذيلا الفلاتر الفلاتر هذيلا ورسلتها لشخص ثاني. هذا الشيء في جروب الشباب ولا في جروب الشباب الأصدقاء، هذا الشيء اللي سويته أنا البسيط عشان أمزح فيه يكلفني 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، هذا ما عدا السجن اللي هو أقل شيء سنة. فأحد العقوبتين هذيلا. زين الشباب الحين يحبون يتمسخرون مع بعض فيصورون بعض ويطرشون حق بعض، حتى هذه العقوبة تنطبق على هذه مثل هذه الحالة؟ أكيد هذه العقوبة أساسا وضعت للشيء هذا، لأن هذا ليش الهدف من العقوبات هذيلا. صح، شو أهمية هذا الموضوع؟ أهميتها العقوبات ما انحطت بس أنا حطيت علاء، حطيت بناء على دراسات وأبحاث وإحصائيات. ليش هذه العقوبات؟ لتجنب المشاكل الناتجة عن تصوير، هذا أهم شيء، لأن مشاكل كثيرة تنتج عن تصوير هذا اللي نتكلم عنه مع بعض كذا، بكرة تصير مشاكل بينهم، بكرة تنتج إلى اشتباكات بالأيدي أو حتى ممكن بالأسلحة. صحيح. فهذه خطورة على الشخص. صحيح. نفسه اللي هو يعمل الشيء هذا ومش مدرك لخطورته. ولكن الإحصائيات شافت الخطورة هاي ووضعت القوانين هذه. الحمد لله نحن في دولة الإمارات القوانين عندنا متسارعة ومتطورة بما تتناسب وتتكيف. صحيح. مع التغيرات الحاصلة المتسارعة عندنا سواء اقتصادية. صحيح. أو شخصية. نعم. كان دائما الإمارات سباقة في وضع هذه القوانين، يعني دائما أسرع من غيرها ربما في التماس ربما التحدي أو الإشكالية الموجودة الظاهرة في المجتمع. نعم. وسن القوانين التي تتناسب مع هذه الظاهرة. أنا بدي أسألك أستاذ على موضوع الشخصية العامة والشخصية العادية، يعني نحن اليوم عندنا أشخاص مشاهير ربما معروفين جدا، هل ينطبق عليهم نفس الموضوع إذا صورناهم؟ يعني كيف ينظر القانون لهذه الحالات؟ هل أيضا إذا صورناهم من غير علم ينطبق عليهم انتهاك الخصوصية؟ سؤال جميل. الشخصية العامة والشخصية والخاصة، الشخص العادي يعني نتكلم. نعم. أو شخصية العامة كمسؤولين أو هذيلا اللي تنطبق عليهم الشخصية العامة أو المشاهير. صحيح. القانون جميل فرق بين الشخص، حماية الخصوصية للشخص العادي اللي هو ممكن ويا أسرته ويا أصدقائه ويا هذا. نعم. وبين الشخصية العامة اللي هي أساساً مطلوب انها تكون بين الجمهور وبين الناس، يعني هو مجرد ما يدخل. أيوة. اوقات مثلا شخص نقول ميسي مثلا. أيوة. دخل كل هالناس حترفع التليفون وتصوره. صح. شو الموضوع هنا؟ الشخصيه العامه. أيوة. والمشاهير ما ينطبق عليهم القانون هذا. الشخصيه العامه ممكن تصويرها والمشاهير ممكن تصويرهم، ما ينطبق عليهم الشيء هذا. انا اليوم شفت لاعب كره قدم، شفت احد المشاهير سواء كانوا مشاهير التلفزيون، مشاهير الإذاعة، مشاهير السوشيال ميديا، هذيلا ما ينطبق عليهم القانون، ممكن تصويرهم، القانون أجاز ذلك. يعني نحن نتصور يصورونا عادي. ها أي أيوة أيوة جهز حالك يا عبد الله، طلعت في التلفزيون. نحن وردي طالعين الحين من المشاهير، مشاهير البرنامج هذا، واحد شافكم بدأ يخلوا الناس تصوركم. شخصيات عامة، ناس تحبكم ما بيصوروكم إلا إذا حبوكم، بس بشرط، في شرط وحيد للموضوع هذا، أن أنا ما أصورهم في موضع يسبب ضرر لهم. نعم. يعني أنا اليوم شفت هذا المشهور في مكان ما، المكان هذا قد تكون الظروف فرضت عليه تواجد في المكان هذا، أو هذه حياتي الخاصة أنا أعيشها، لا الشيء هذا إذا سبب له ضرر سواء معنوي أو أسري، لا هذا الشيء يعاقب عليه طبعا. زين الحين انا اذا بصور صوره
صورة عامة موجود في أحد الأماكن العامة. أي نعم. ونيتي سليمة ما فيها أي شيء، بس مجرد أن لا بعدل ولا بسوي ولا بسوي أي شيء، نيتي أنا أوثق هذه اللحظة وأنشرها على صفحتي في أحد منصات التواصل الاجتماعي. هل لازم يعني هل سوف أعاقب على هذا التصرف، وكيف أحمي نفسي من حصولي على أن أنا عقاب غرامة تلو غرامة، مش غرامة واحدة حسب بحصل غرامة واحدة، لا غرامة مع سجن مع كثير من العواقب بدخل فيها. طيب هني نتكلم على الشخصية العامة ولا الشخصية العادية؟ يعني الناس الشخصية العادية. الشخصية العادية طبعا بتتعاقب إذا صورته ونشرت الصورة هاي، لها عقوبة ثانية حتى لو بحسن نية. حتى بحسن نية هو لازم يكون عن علم صح؟ هو علم. يعني أنا لو صديقي أنا بدي أتصور معاه وأخذت الموافقة ونزلت الصورة، نعم، أو صديقتي مثلا، نعم، عادي هذا؟ عادي إذا أخذت موافقته وهو موافق. ولا لازم موافقة خطية أستاذ؟ خلينا خايفين صرنا. لازم لا 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 موافقة عادية خلاص. ويفترض في أشياء مفترضة، صديقي أصور معاه صورة جماعية ويبين عليه مبسوط فرحان بالتصوير هذا، أيوة، مبتسم، يعني هذا موافق، هذا موافق. شيء يعني يدل أو يوحي أن هذا الإنسان موافق على الشيء. أستاذ منصور أنا عندي سؤال، اليوم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عادة يعني محتواهم يكون بين الناس في الشوارع في التجمعات الكبيرة، كثير منهم يصورون الناس يسألونهم أسئلة ويدخلون عليهم يعني بشكل مباشر، كيف التصرف يجب أن يكون اليوم حتى لا يقعون في العواقب القانونية؟ هل لازم يأخذوا التصاريح للتصوير مثلا من الأشخاص ويوقعونهم على أوراق قبل المشاركة، ولا لا ممكن تكون الموافقة لفظية مثلا أو شفهية؟ ممكن تكون الموافقة لفظية أو شفهية، لأن المشهور أو المشاهير هذيل ما عندهم الوقت عشان أنا أخذ موافقة عن كل واحد، ولكن هو قبل ما يصور هو مصور أساسا، يعني صحيح. يصور ممكن أصورك أو بعد ما يصور ممكن أنشر، صح، زي الشيء هذا. فإذن الاستئذان ضروري. أي ضروري، لازم استأذن منه، موافقته ضرورية جدا قبل ما أنشره، لأن إذا نشرته قلنا بنتعرض للعقوبة اللي هي أشد، وليس عقوبة التصوير فقط. فقط نعم. تصوير عقوبته هذا، نعم، 150. تصوير والنشر. النشر هذا عقوبة أشد، نعم. إذا بعد تلاعبت في الصورة شوي. أكيد. هذه كمان عقوبة أشد وأشد. اليوم نحن عندنا المشاكل الأكثر هي ما أصبحت التصوير، تصوير الناس تصوروا والاعتراض يكون حتى عليها قليل، ولكن صارت المشاكل الأكبر اللي هي التلاعب بالصورة. أنا أصور شخص وأضبط الصورة وكذا وأبعثها مثل ما قال للأصحاب عشان نضحك نمزح، صحيح. هذا المزاح أكيد وهناك تقنيات عديدة قد تضع الأشخاص مثلا ديب فيك والتعديل، صحيح، على الفوتوشوب، صحيح، والكثير من الأمور تنتهك الخصوصية. يعني شكرا لوجودك معنا وشكرا لتقديمك لكل هذه المعلومات الفعلا قيمة، وإن شاء الله نلتقي في الحلقات المقبلة إن شاء الله. المحامي والمستشار القانوني منصور البادي، العفو، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.